يا مساء السعادة على كل مشاهدي قناة صدى البلد. النهاردة حلقة جديدة ويوم جديد. في فقرتي الأولى هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو مرضى السكر اللي بيعانوا من السمنة. الحقيقة في ناس كتيرة قوي تقول لك أنا عندي السكر والدكتور قال لي إنه جالي السكر بسبب السمنة الزيادة، أو العكس أنا مريضة سمنة وبالتبعية جالي للأسف مرض السكر كنتيجة للسمنة. عايزين نعرف يا جماعة التغذية لمرضى السكر إزاي، التغذية المثالية لمرضى السكر إزاي. عايزين نعرف إيه أهم الأكلات اللي بننصحهم إن إحنا ياخدوها علشان طبعا يظبطوا نسبة السكر في الدم، عشان يتخلصوا من السمنة أو يعالجوها تماما، وكمان عشان يقووا المناعة بتاعتهم. وإيه أهم النصايح اللي ممكن نقدمها لمرضى السكر اللي عندهم سمنة؟ هنعرف كل ده مع ضيفتي العزيزة الدكتور القمر اللي منوراني النهاردة، دكتور أوليفيا جمال، أخصائية طب التغذية العلاجية ومدرس مساعد بكلية الطب البشري. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. منورانا طبعا، وكلنا الحقيقه سعداء بوجودك معانا. ميرسي، شكرا، ثانك يو. في البدايه كده بقى قولي لنا حكايه التغذيه العلاجيه مع مرضى السكر، عشان في علامات استفهام كتيره قوي يا دكتور تقول لك انا مريضه سكر وفي نفس الوقت مريضه سمنه، طب انا اكل اكلات معينه؟ هل في اكلات بتنصحي مثلا ان احنا نبعد عنها؟ يعني كلمينا بقى بشكل عام عن مفهوم التغذيه العلاجيه واهميتها لمرضى السكر. هو في الأول محتاجين نعرف أصلا مرضى السكر ده عبارة عن إيه. هو مش نوع واحد، هو أيوة. بيبقى نوعين، يا إما سكر من النوع الأول، وده اللي بنشوفه في السن بدري في أغلب الأوقات. أيوة. بيبقى في كمان في الأطفال. سكر النوع الأول ده بيبقى مشكلته إن الجسم مش بيطلع إنسولين كفاية يساعد على حرق الجلوكوز اللي بيبقى موجود في الدم. والنوع التاني اللي بيبقى في أغلب السن الكبير، بس ابتدى يظهر دلوقتي في الأطفال بسبب الأكل اللي مش منظم خالص والفاست فودز الكتيرة، ده بيبقى سببه أن كتر أكل الكربوهيدرات والسكريات بيبتدي يخلي الخلايا بتقاوم أصلا شغل الإنسولين عليها، فبيبتدي تظهر حاجة اسمها مقاومة إنسولين، وبناء عليها يظهر السكر من النوع التاني. فثقافة التغذية مع مرض السكر مش موجودة قوي في مصر، يعني دايما الناس تقول عندي سكر فهروح لدكتور البطنة هيظبط لي السكر وخلاص. هما بيبقوا فاكرين ان دكتور البطنه هو اللي هيتابع حالتهم وهو ده الامان بالنسبه لهم، ما يعرفوش ان دكتور التغذيه العلاجيه برضو مهم جدا لمرضى السكر. لازم يبقى ماشي مع دكتور البطنه، يعني في وان واي مع بعض، وبينسقوا مع بعض طبعا، ولو عارفين بعض بيكون افضل كتير، لان اللي بيلجا ليه دكتور البطنه وبيكون الاسهل ان انا بديله علاج، فالمريض مش بيستجيب او السكر بتاعه مش بيتظبط، التراكمي بتاعه بعد كام شهر تلاقيه عالي برضو، فبضطر اعلي الجرعات، اضطر في السكر النوع الثاني ادخل انسولين، فانا بلجأ لاني اعلي الدواء مش اني اظبط الاكل بتاعه. ففي حل اسهل بكتير ان انا لو ظبطت الاكل بطريقه صح ممكن كمان اقلل الدواء، ولو حد من سكر النوع الثاني ماشي على الانسولين ممكن يشيله خالص ويعتمد بس على الادويه اللي بالاقراص. لو الاكل بتاعي متظبط بالظبط ومحسوب عشان ما ادخلش في مشاكل مضاعفات بقى مرض السكر بعد كده. طب في ايه الاسباب يا دكتور اللي بتخلي حد يجيله مرض السكر؟ هل هي اسباب وراثيه مثلا، اسباب للاكلات اللي مش صح او مش صحيه؟ يعني فاهمين ايه الاسباب بشكل عام؟ الوراثه ليها دور طبعا، يعني انا اي في العياده اي حد بيجي لي عنده سكر اول سؤال بساله انت حد في العيله عنده سكر، او اي حد بيجي لي ظهر عليه علامات مقاومه الانسولين بسال على طول انت باباك مامتك اي حد من قرايب الدرجه الاولى او الثانيه جاله سكر او لا، لان ده بيبقى ليه دور طبعا اساسي. تاني حاجه اللايف ستايل نفسه، يعني انا باكل ازاي، بنام ازاي وبصحى ازاي، بمارس رياضه او لا، كل ده ليه دور كبير قوي على مرض السكر. فانا لو اكلي مش منظم معتمد اعتماد كلي على النشويات والسكريات، المعجنات بقى والحاجات اللي طالعه جديده، السكر وقشطه وبسكوت وحاجات فوق بعض كده، حاجات اللايرز اللي فوق بعض كتيره دي لوحدها كارثه طبعا. وزيوت نباتيه مش كواليتي فات زي ما بنقول، طبعا بيكون ليها دور كبير في ان السمنه تحصل، ولما السمنه تحصل يبتدي يظهر السكر من النوع الثاني. يعني دايما بيبقى فيه ارتباط وثيق ما بين مرض السكر ومرض السمنه، وخليني اقول مرض طبعا. يعني السمنه طبعا اتصنفت في الاونه الاخيره ان هو مرض من الامراض بالزبط. فبيبقى فيه ارتباط وثيق ما بين الاثنين، ايه السبب في كده يا دكتور؟ هي بتبقى
دايره مفرغه كده، انا دخلت في سمنه فدخلت في سكر، فالسكر دخلني في سمنه، لان الانسولين مش بيبتدي يقوم بدوره المثالي يعني. واحنا ربنا عامل لنا الاكل عشان يدينا طاقه، اسهل وسائل للطاقه الكربوهيدرات. انا لو مهبط هروح اشرب كوبايه عصير مثلا، دي اسهل صح. حاجه صح. الجسم بيعرف يحرقها بسهوله. بس برضو الدهون والبروتين بيدوا كمان طاقه، فانا لو الايض الغذائي بتاعي مظبوط والانسولين بتاعي شغال كويس والخلايا بتاعتي حساسيتها للانسولين كويسه، فالدور بتاع الفاتس او الدهون ان هي تتحرق وتدي طاقه بيبقى شغال. مجرد ما دخلت في مقاومه انسولين فابتدينا نوقف عمليه ان الفاتس تبتدي تديني طاقه، فابتدت الدهون تتخزن بس مش بتتحرق. فالسكر ابتدى يجيب لي كمان دهون، انا كانت الدهون جابت لي سكر مقاومه انسولين، الانسولين ما اشتغلش، فلما ما اشتغلش الدهون ما بقتش تتحرق فما بتدينيش طاقه، فضلت ادخل في دايره مش عارف اخرج منها، هفضل اكل تخزن دهون وما احرقش دهون، فنفس الحكايه كده ومصاب بالسمنه اكتر واكتر. بالظبط، بالذات السمنه الحشويه زي ما بنقول، اللي هي بتبقى حوالين الاعضاء في البطن، اللي هي الفيسرال فاتس. الفيسرال فاتس. طيب عايزه اسالك على سؤال بقى مهم، نيجي بقى للسؤال المهم. مريض السكر اللي عنده سمنه يتخلص من الدهون ازاي بشكل صحي وشكل امن يا دكتور؟ الرياضه طبعا اهم حاجه، واول حاجه بنقولها لاي حد مريض سكر يعني مينيمم يمشي 150 دقيقه في الاسبوع، يعني تقريبا ساعه يوم بعد يوم ساعه. تمام. المشي السريع اللي هو الهروله زي ما بنقول، ده اكتر حاجه بتقلل نسبه السكر في الدم وبتزود حساسيه الخلايا للانسولين. دي نمبر 1 فور ايفر. ايوه. بعد كده طبعا لو ليه علاج لازم يلتزم عليه بالتنسيق طبعا مع دكتور البطنه ودكتور التغذيه. بنظبط بقى طريقه الاكل، يعني في انظمه معينه بنديها لمريض السكر غير اي شخص تاني عادي. في اكل بنقول له اكلوا، وفي ناس تانيه نقول لها لا ما تاكلوش الاكل ده خالص. افضل بقى الانظمه الغذائيه لمريض السكر قولها لنا بقى يا دكتور. مريض السكر في حاجه اسمها نظام الاكل بتاع البحر المتوسط، هو اسمه الميديترينيان دايت، اللي هو بيعتمد بشكل اكبر على الحاجات الخضراء، الفاكهه والخضار، الحاجات اللي فيها الياف، لان الالياف مهمه قوي لمريض السكر. الالياف في منها مذابه وغير مذابه، الالياف دي مهمه جدا جدا لمريض السكر. كمان بتمنعه لانه يوصل لان الكوليسترول بتاعه يعلى وندخل في مشاكل تانية بقى كبد دهني ومشاكل اكبر كمان. كل ده مهم ان مريض السكر يهتم انه ياكله. بنقلل شويه بقى الحاجات اللي بنقول عليها الدهون المشبعه اللي هي بتبقى موجوده في اللحمه والفراخ والزبده، وبنركز على حاجه اسمها الكواليتي فات اللي هي موجوده في المكسرات وزيت الزيتون، والزيتون نفسه لوحده كده ده فات حلو قوي، فدي دورها مهم. في انواع تانية من الدايت زي الصيام المتقطع، الصيام المتقطع حلو قوي لمريض السكر، بننصح بيه لانه لما بيقعد فتره صايم او مش بياكل الفتره دي بتخلي مستوى السكر في الدم بلاتو، يعني يبقى ثابت و يعني الجسم بياخد راحه شويه من السسبنس اللي عايش فيه طول الوقت. طب في حاجه عايز اسالك عليها يا دكتور، في حد ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك طب انا هعمل صيام متقطع هفضل 16 ساعه ما اكلش، طب ما انا ممكن احس بهبوط وانا مريض سكر، سكر الدم يقل جدا بشكل كبير، يجي لي دوخه، يجي لي صداع، يجي لي غيبوبه سكر، فهل ده ممكن يحصل في الصيام المتقطع لمرضى السكر؟ يحصل لو هو مش مظبط جرعات الدواء بتاعه. يحصل طبعا، يعني ده ليها علاقه بجرعات الدواء. بالظبط، جرعات الدواء والاكل. احنا يعني لو بناخد انسولين، الانسولين بناخده بعد قبل الوجبه بوقت معين، الوجبه بيبقى فيها نسبه نشويات محسوبه بالجرامات بنبقى حاسبينها بالظبط. إيه لو محتاج سناك حسب نوع الانسولين اللي بياخده بنديله سناك بعدها مثلا بكام ساعه. كل حاجه بتبقى مدروسه بشكل سليم بحيث ان هو ما يتعرضش ابدا لا سكر قليل ولا غيبوبه سكر اللي هي بتبقى بسبب السكر العالي. طب سؤال بقى لينا كلنا يا دكتور، مش لبس المرض السكر. يعني في مشروبات معينة ممكن ان احنا نشربها عشان تعلي معدل عملية الحرق عندنا كلنا بقى مش بس مرضى السكر، يعني عند رجالة ستات اطفال؟ المشروبات اللي بتعلي الحرق عامة معروفة، اللي هي القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، القرفة. بس مريض السكر احنا مش بس عايزين انه يحرق، احنا كمان عايزينه يحافظ على مستوى السكر في الدم، وده الهدف الأول لينا. فمن ضمن الحاجات اللي بتساعد على ان مستوى السكر في الدم يبقى الكويس الحلبة،
مفيدة جدا لمرضى السكر. دي معلومة أول مرة أعرفها. مفيدة جدا الحلبة طبعا. بس طبعا من غير سكر يعني ما نضيفش عليها بقى عسل وسكر هي حلبة بس كده. كمان القرفة، الجنزبيل، الحاجات الأعشاب دي بس كترها برضو بيضر. يعني في ناس ممكن تقعد تشرب بالخمس ست مرات قرفة وحلبة في اليوم، فده برضو مش صح طبعا. لكن المعقول دايما بيبقى افضل. والشاي الاخضر والقرفه بالجنزبيل والقهوه الخضراء، الحاجات اللي هي المعروفه عندنا كلنا ان هي تزود معدل الحرق. طيب عايز اسالك على حاجه بقى يا دكتور، بالنسبه للسكر عند الاطفال، خلينا نتكلم في النقطه دي. انا عارفه انه ممكن ما يكونش منتشر قوي، بس برضو في فئه ما نقدرش ننكر وجودها عندهم، التايب 1 اللي هو الدايبيتس، عندهم سكر في الدم عالي. فالاطفال بقى هل بيبقى ليهم نوعيه معينه مثلا من الاكلات بيحبذ ان هم ياكلوها يا دكتور؟ في مثلا نصايح تحب تديها للامهات اللي اولادهم عندهم مرض السكر؟ هو الاطفال المشكله اللي احنا واقعين فيها دلوقتي ان هم ما بقوش بس تايب 1. الناس مش واخده بالها بقى كمان في تايب 2 بالظبط، ومن 10 سنين يعني 10 سنين ده بدري قوي طبعا. السمنه في الاطفال زادت قوي بشكل ملحوظ، يعني ممكن يبقى طفل عنده مثلا 10 سنين ووزنه 80 كيلو، ف صح ده وزنه راجل كبير وطويل يعني. فالاطفال نظام اكلهم بالذات، الحياه دلوقتي بقت سريعه، الامهات بتستسهل اي حاجه من بره، العيش الابيض على طول، البرجر، الفاست فود عامه كلها، الحلويات الزياده اللي مش عارفين نتحكم فيها، فكل ده دخل الاطفال في سكر النوع الثاني في وقت بدري قوي. فمهم اول ان احنا نعمل تحليل، اول ما يبان في سكر في تحاليل معينه بنطلبها عشان نعرف نميز ده نوع اول ولا نوع ثاني، تمام، عشان ما نبقاش ماشيين طول الوقت في سكه غلط اصلا. طب التغذيه بالنسبه للنوعين بتبقى نفس التغذيه يا دكتور؟ بتبقى نفس التغذيه تقريبا، بس النوع الثاني ممكن نقول بيبقى اسهل شويه لانه مش معتمد على حقن الانسولين بشكل دوري، فنفسيا كمان بيكون افضل. يعني احنا ممكن ندي ادويه ونظبط اكل، الادويه ممكن جرعتها تقل قوي 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 لو احنا مظبطين الاكل. لكن السكر النوع الاول طبعا بيعتمد اعتماد كلي على الانسولين، يعني ما نقدرش نمنعه تماما. الاكل هيساعد في انه ما يزودش بس جرعات الانسولين، ما يدخلش في مضاعفات في سن بدري. بس طيب عايز اسالك بقى على حاجه، احنا قبل ما نختم كده محتاجينك تقولي لنا اهم النصايح لمرضى السكر بقى بشكل عام، تغذيتهم سواء كان رجاله ستات او حتى اطفال يا دكتور. مرضى السكر بشكل عام المفروض يهتموا بيه، لان في ناس كتير ما بتهتمش بيه، يعني الناس عارفه انا عندي سكر والسكر بتاعي دايما عالي بس، يعني انا الشكوى دي بسمعها على طول في العياده، يقول لي انا عندي سكر، ده السكر على طول بتاعي 300 وطالع، وانا متاقلم على كده وخلاص، يعني هو ده الهدف. خطر جدا، عليت جرعاتي وبرده وصلت للماكسيمم في كل الادويه، انا باخد ادويه كذا وكذا 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 ودخلت انسولين وبرده خلاص هو السكر بتاعي كده، فانا كده وهفضل كده. فده اكتر حاجه خطر، واكتر حاجه بتاثر العمر بطريقه يعني رهيبه. فمهم ان انا ما استسلمش للموضوع ده، مفيش حاجه اسمها انا السكر بتاعي هو كده، هو ده الطبيعي بتاعي، الطبيعي بتاعي 300، مفيش الجمله دي مش يعني موجودة. لازم ناخد بالنا، اي حد مريض سكر يا جماعه لازم ياخد باله من نسبه السكر في الدم ويعالجها. والموضوع دلوقتي لازم اعتقد يعمل العلاجات، ومع تقدم الطب يا دكتور دلوقتي بقينا بسهوله يعني بنقدر نتحكم في نسبه السكر بالظبط. يعني طول ما احنا عاملين كنترول، بالذات السكر التراكمي المفروض يتعامل بشكل دوري طبعا حسب حاله المريض. بس طول ما السكر التراكمي في المعدل الطبيعي احنا مطمنين، لكن لما بيعلى عنه احنا كده في حاله خطر وقلق، ولازم نبتدي ناخد اجراءات. اجراءاتنا بتبقى طبعا تظبيط الدواء، وبعد كده تظبيط العلاج. الاكل بيتظبط بان احنا ناخد كواليتي فاتس زي ما قلنا، ناخد فايبرز كتير اللي هي الالياف اللي موجوده في الخضار والفاكهه، نبعد بقى عن الحاجات البسيطه اللي هي السكر والعصاير والمعجنات. والبروتين بشكل معقول. يعني اهم حاجه انا استوقفني في كلامك ان الخضار والفاكهه من اهم الاكلات لمرضى السكر. بالظبط بالظبط. بشكرك يا دكتور، للاسف وقت فقرتنا خلص، على وعد منك ان شاء الله تنورينا في حلقات جايه ان شاء الله. اكيد اكيد بشكرك. انا كمان بشكرك، ميرسي خالص، ميرسي قوي. بنشكر دكتور اوليفيا جمال، اخصائيه طب التغذيه العلاجيه ومدرس مساعد بكليه الطب البشري. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. رجعنا لكم
وبعد الفاصل، وحابة أتكلم معاكم في الفقرة دي على موضوع مهم جدا، وهو الستات والرجالة بعد سن الأربعين والخمسين. اللي بيحصل يا جماعة إن إحنا كل ما بنزيد في السن أو كل ما بنكبر، كل ما للأسف بنزيد في الوزن. ليه؟ لأن يا جماعة الحرق بتاعنا بيقل. دايما معروف يا جماعة إن كل ما بنكبر في السن معدل حرق الجسم بيقل، وده السبب إن ناس كثيرة تقول لي أنا باكل نفس كمية الأكل اللي باكلها في العشرينات وبقيت في الثلاثينات دلوقتي بزيد عليها، أو أنا باكل نفس كمية الأكل اللي كنت باكله في الثلاثينات ولما دخلت الأربعينات لقيت إنه بزيد في الوزن بنفس كمية الأكل. فدايما يا جماعة كل ما بنكبر كل ما معدل حرق الجسم بيقل. طب المشكلة دي بقى حلها إزاي؟ نحلها إزاي؟ نحلها بموضوع بسيط جدا. هقول لكم على شوية خطوات كده بسيطة هنعملها علشان نعالج مشكلة زيادة الوزن من أقل حاجة بعد سن الأربعين وبعد سن الخمسين. في حاجة اسمها يا جماعة الصيام المتقطع. يعني إيه صيام متقطع؟ الصيام المتقطع يعني أنا بفطر أو باكل في اليوم 8 ساعات و16 ساعة ببقى صايم. أنا مش هقول لكم 16 ساعة تبقوا صايمين، 12 و12، يعني 12 ساعة صايمين و12 ساعة أكل. طب دي نعملها إزاي؟ هقول لكم. اي حد فينا مثلا بيصحى الساعه 8 الصبح يروح شغله مثلا، هنعمل ايه؟ من 8 الصبح لحد 8 بالليل انت عندك 12 ساعه تاكلي فيهم براحتك اللي انت عايزاه، بس تيجي من 8 بالليل لحد 8 الصبح تاني يوم يبقى ما ناكلش فيهم طبعا انكلودنج ساعات النوم. انت عندك 8 ساعات مثلا نوم ولا حاجه، يبقى اكتشوالي تقريبا 4 ساعات هما اللي انت ما بتاكليش فيهم، لو انت بتنامي 8 ساعات يعني، او 9 ساعات يبقى 3 ساعات ما بتاكليش فيهم وهكذا. يعني بنحسبها 12 و12، 12 ساعة صيام و12 ساعة أكل. الموضوع ده مهم جدا وبيفرق جدا يا جماعة في نزول الوزن. طيب في حد ممكن يسألني هل ال 12 ساعة كلهم صيام ولا ممكن أدخل حاجات؟ لا، ممكن تدخلي مية طبعا ما فيش مشكلة، أي مشروبات من غير سكر زي الشاي الأخضر، المشروبات اللي بقول عليها بس ما تدخلوش بقى حاجة تانية، الشاي الأخضر، القهوة، القهوة والشاي الأخضر والقرفة بالجنزبيل، هم دول المشروبات اللي تقدروا ان انتوا من غير سكر بتقدروا ان انتوا تشربوهم في فترة الصيام. فالموضوع سهل جدا، دي أول نقطة تعملوها. طب تاني نقطة، أنا محتاجة أنشط الحرق، أنا محتاجة أزود الحرق بتاعي، لأن يا جماعة خلوا بالكم النظام اللي بقول لكم عليه ده اللي هو 12 ساعة صيام و12 ساعة تاكلوا فيهم بيحمي جدا من أمراض القلب، من أمراض الضغط، من أمراض السكر، كمان بيحمي جدا من الناس اللي عندها ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، ده بيساعد جدا ان الدهون تقل في الدم. يبقى ده نظام رائع للناس اللي بعد سن الأربعين والخمسين، لما بنلاقي ان احنا من اقل حاجة بناكلها للأسف بنزيد في الوزن. شرب المية مهم جدا، على الاقل 2 لتر مية في اليوم، ده من الحاجات اللي بتساعد جدا على الشبع وعلى تنظيف الجسم من السموم وعلى زيادة حرق الجسم. طيب انا محتاجة برضو بعد سن الأربعين والخمسين ان انا ازود معدل حرق الجسم للدهون عند حبايبنا سواء كان رجالة أو ستات عندهم بعد سن الأربعين. طب نعمل إيه؟ هنزود معدل الحرق بالقهوة الخضراء، من أكتر الحاجات يا جماعة الساحرة فحرق الجسم للدهون هي القهوة الخضراء. القهوة الخضراء فيها مادة اسمها حمض الكلوروجينيك، حمض الكلوروجينيك بيزود جدا يا جماعة من معدل حرق الجسم للدهون، بيقدر كمان يظبط لي نسبة السكر في الدم، بيقدر كمان يظبط لي نسبة الكوليسترول في الدم. والقهوة الخضراء من أكتر الحاجات اللي بتحافظ جدا على حيوية الشعر وعلى نضارة البشرة. فنلاقي الناس اللي اتعودت يعني على شرب القهوة الخضراء حتى ولو هي مشروب بنلاقي بتفضل مكملة معاها، اي نعم طعمها مش بيبقى احسن حاجة بس بيفضلوا يكملوا عليها علشان حيوية شعرهم، نضارة البشرة دي بتبقى نقطة مهمة جدا. طيب ولنفرض بقى ان في حد مش عايز يشرب القهوة الخضراء لان طعمها مر قوي، الحل هنا ايه؟ الحل هنا في كبسولات القهوة الخضراء اللي موجودة في كورس الأناسية. كبسولات القهوة الخضراء يا جماعة بتاعتنا مش زي اي منتج تاني، مش زي اللي موجودة في العطارة، مش زي اللي موجودة في السوبر ماركت. القهوة الخضراء عندنا بكبسولات القهوة الخضراء من اكتر الحاجات يا جماعة اللي بتخسس جدا، لان نوع القهوة الخضراء اللي موجود في الكبسولات من انقى انواع القهوة الخضراء رقم واحد، رقم اتنين انه مضاف اليها فيتامينات ومعادن ومضادات اكسدة بتقوي المناعة، بتحسن صحة شعري وبشرتي، وطبعا من اهم الحاجات اللي بتعملها انها بتزود معدل حرق الجسم للدهون، وده اللي انا عايزاه. انا في الاخر باخد كل الحاجات اللي تقدر ان هي تنزلني في الوزن وتخلي شكل جسمي حلو، عشان كده
القهوة الخضراء من أكتر الحاجات اللي بتعمل كده. طيب في نقطة مهمة قوي عايزة أقول لكم برضو عليها، إنه إحنا عندنا برضو من الحاجات اللي بتزود معدل حرق الجسم للدهون برضو جماعة مستخلص التوت البري. طب نجيبه منين مستخلص التوت البري ده؟ ده التوت غالي جدا وبندفع فيه آلاف الجنيهات يعني. طب هنجيبه منين؟ مستخلص التوت البري موجود في كبسولات الأناسيليم اللي موجودة في كورس الأناسيليم. طيب مستخلص التوت البري ده إزاي بيقدر يزود الحرق؟ إنه بيزود الحرق 4 مرات معدل الحرق الطبيعي. يعني لو حرق مثلا حد فينا واحد بكبسولة الأناسيليم اللي فيها مستخلص التوت البري هيبقى حرقك 4. وكل ما معدل حرق الجسم بيزيد يا جماعة، كل ما الدهون اللي موجودة في الجسم بتقل كل ما بخس بسرعة. ده السر اللي في ناس تقول لي أنا عندي تراكم دهون في منطقة الكرش، عندي تراكم دهون في منطقة الدراعات، عندي تراكم دهون في منطقة تنيات الظهر، عندي تراكم دهون في منطقة اللغد، عندي تراكم دهون في منطقة الأرداف اللي هي الجناب عند السيدات، عندي تفدي عند الرجال. طب أعمل إيه؟ مستخلص التوت البري هيزود جدا معدل حرق الجسم للدهون اللي موجودة في المناطق دي فتخسوا على طول معانا. طيب في نقطة بقى مهمة، أنا كده اتكلمت على إيه؟ معدل الحرق. طب نيجي بقى عند الناس يا جماعة اللي عندها شهية عالية، أنا باكل أي حاجة قدامي وخصوصا بالليل. أنا برجع من الشغل ببقى مش شايف قدامي، ممكن آكل أكل من هنا لحد آخر الشارع، لو فضلت آكل وفتحت في الأكل مش هخلص. طيب أنا كل ما باكل كتير يا جماعة، كل ما بدخل جسمي دهون أكتر، كل ما بيحصل سمنة وزيادة في الوزن. طب مشكلة الناس اللي بتاكل كتير حلها في إيه؟ ملهاش حل غير قفل الشهية. خلوني أبقى صريحة معاكم. على فكرة أنا جربت حاجات كتيرة جدا لموضوع قفل الشهية ده. يعني ان انا احاول ان انا اخسس الناس اللي اكلها كتير او اللي عندها شراهة عالية، ينزلوا جيم ما بيخسوش بيرجعوا ياكلوا، يعني ينزلوا جيم ويحرقوا خلاص اهو سعرات حرارية المفروض يخسوا، بيرجعوا جعانين جدا فياكلوا، انت اكنك ما عملتيش حاجة. طيب تاني حاجة، انا عايزة اروح اعمل عمليات، مش كل الناس على فكرة بتقدر على عمليات، العمليات مكلفة جدا، سواء كان تكميم المعدة، تدبيس المعدة، تحويل المسار، العمليات محتاجة فلوس كتير، العمليات محتاجة فترة نقاهة بعد العملية، ما تفتكريش ان انت بعد ما عملتي العملية هتقومي او تروحي شغلك تاني يوم، لا، انت بتفضلي على الاقل اسبوعين راقدة في السرير لان من العملية ومن تعب العملية، فبيبقى الموضوع مرهق. ألم شديد طبعا في العملية، مخاطر عمليات جراحية، مخاطر بنج، مخاطر الجنرال أنافيزيا، طبعا بيبقى ليه مخاطر كتيرة، والعمليات معمولة طبعا لناس معينين ممكن بينفع معاهم العمليات، لكن أنا بتكلم على الناس اللي بتنزل شغلها كل يوم، الناس اللي معهاش فلوس ان هي تعمل عملية، الناس اللي عايزة تخس بشكل طبيعي، بنتكلم على ازاي اقدر اعمل بالونة المعدة اللي بعملها في العمليات اعملها وانا في البيت بشكل مؤقت، تفضل معايا يوم كامل ومش بفلوس كتير، وكمان تسد معايا الشهية، تقفل الشهية. هنعملها بايه؟ بقشور السيليم. قشور السيليم يا جماعة هي الوحيدة اللي تقدر تعمل لكم بالونة تكميم المعدة اللي بنعملها بالعمليات الجراحية، بس احنا معانا بكبسولة الأناسيليم بنعملها بشكل مؤقت، بتفضل معاكي يوم واحد 24 ساعة، تفضل البالونة قشور السيليم الألياف دي جوه معدتك، مالية معدتك، مشبعاكي طول اليوم، فبالتالي الأكل اللي بتدخليه في المعدة قليل جدا، فبالتالي هتخسي معانا على طول. طيب عايزة بقى أتكلم معاكم في نقطة بس، عشان في حاجة مهمة قوي عايزة أقول لكم عليها. الناس اللي عندها سمنة أو زيادة في الوزن، المعدة بتاعتها جماعة بتبقى كبيرة، فبيبقى عايز أكل كتير كتير جوه المعدة علشان إيه؟ تشبع أو علشان يشبع. اللي بيحصل إنه بعد كبسولات الأناسيليم ما بتاخدها أو بياخدها وبتنزل الكبسولة وتعملي بالونة المعدة، يوم بعد يوم أكلك بيقل ومعدتك كمان بتصغر، ودي نقطة مهمة جدا، وده السبب إن أنا بعد ما بخلص كورس الأناسيليم مع كل الحالات بتاعتي ما بيرجعوش يزيدوا في الوزن. ليه؟ لان المعده صغرت، المعده صغرت نتيجه للبالونه اللي هي قشور السيليم اللي جوه، فبتصغر تصغر، خلاص انت شبعتي، ما بتبقاش كبيره زي زمان تاخد اكل كتير، لا، المعده بتصغر جدا، فبالتالي بتدخلي كميه اكل صغيره، ما بتزودش في الوزن، وعمرك ما ترجعي تاني نفس الوزن اللي انت خسيتيه مع كورس الاناسيليم. طيب كبسولات الأناسيليم فيها برضو مستخلص القهوة الخضراء. الله، طب ما انت قلتي ان القهوة الخضراء موجودة في الكبسولات هي شغلانة؟ لا، كبسولات القهوة الخضراء دي حاجة يا جماعة، مستخلص القهوة الخضراء اللي موجود في كبسولات الأناسيليم دي حاجة تانية، خلوا بالكوا عشان ما تتلخبطوش. القهوة الخضراء موجودة في الاتنين، موجودة في كبسولات قهوة خضراء صرف كده لوحدها
كونسنتريتد مركزه وموجوده عندي كمكون اساسي في كبسولات الانسيليم مع قشور السيليم اللي قلت لكم عليها اللي بتعمل البالونه المؤقته في معدتي وبتصغر معدتي ومع مستخلص التوت البري. طب انت شكلك عماله تتكلمي على قهوه خضراء وعلى توت بري وعلى بديل بالون المعده وعلى قشور السيليم، الحاجات دي شكلها غاليه. لا مش غاليه، المفاجاه بقى هنا يا جماعه ان الحاجات دي مش غاليه. اي حد بيتفرج علينا واي فئه بتتفرج علينا في اي محافظه جوه مصر تقدروا بسهوله جدا تجيبوا كورس الانسيليم اللي بتكلم عليه دلوقتي، لان في خصم رائع عامله كورس الانسيليم النهارده. كورس الانسيليم مقدم خصم ومفاجآت وهدايا ثلاثه مع بعض. الخصم ايه؟ اول حاجه عندنا يا جماعه كورس بيكفي لمده شهر، كورس اللي بيكفي لمده شهر ده عليه خصم 40%. ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كبسولات الانسيليم اللي هي بديل بالون المعده في البيت وانت قاعده في البيت، عليه خصم 40%، بتاخدوها بخصم 40%. طيب بس كده؟ لا، بيبقى معايا هديتين. ايه هما؟ كبسولات فيتامين د وكمان كريم البشره، دي الهدايا. طب المفاجاه؟ المفاجاه بقى ان انا بيبقى من ساعه ما تاخدوا الكورس لحد ما توصلوا للوزن المثالي بيبقى فيه متابعه مع الدكاتره مره كل اسبوع، متابعه مجانيه. بس كده؟ لا، مفاجاه كمان ان النهارده الشحن والتوصيل مجانا لجميع محافظات مصر لحد الساعه 10 بالليل. شوفوا بقى، انا جايبه لكم هدايا، جايبه لكم مفاجآت، جايبه لكم خصومات، كل ده على كورس الأناسيليم. طيب الكورس لمدة شهرين ده بيبقى عليه يا جماعة خصم 50%. ده بيبقى فيه ايه؟ ده بيكفيكم شهرين، بيبقى فيه كبسولات الأناسيليم وكبسولات القهوة الخضراء بتاخدوها بنص السعر. بالإضافة إن في هديتين. إيه هما الهديتين؟ معانا كريم شد الترهلات، ده علشان لو عندك ترهلات في أي منطقة هيشد الجلد، هيساعد جدا في شد الجلد وهكلمكم عليه باستفاضة أكتر. بندهنه على المناطق اللي فيها سمنة مرة واحدة قبل النوم، وبتنامي تصحي الصبح تلاقي نفسك موديل، تلاقي نفسك مشدودة. طيب دي الهدية الأولانية. طب الهدية التانية كبسولات فيتامين د، ده بالنسبة لإيه؟ لكورس الشهرين. برضو في متابعة مع دكاترتنا مرة كل أسبوع مجانا لحد ما بتخلصوا الشهرين، وكمان الشحن والتوصيل مجانا لجميع محافظات جمهورية مصر العربية لحد الساعة 10 بالليل. طيب الكورس الثالث بقى اللي هو كورس الثلاث شهور، ده مفاجأة بقى. كورس هيكفيك لمدة 3 شهور، يعني لحد أول السنة الجديدة تقريبا. الثلاث شهور دول هيكفوكي، لازم تبقي عارفة حاجة، إنه الثلاث شهور هيكفيني منتجات لمدة 3 شهور، هخس في الشهر الواحد من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، يعني بالقليل خالص خالص بالميت هتنزلي في الثلاث شهور معانا 30 كيلو، ده لو انت ما بتحرقيش خالص وبتلخبطي في الاكل وبنعك بقى وبناكل حلويات ونشويات، هتنزلي معانا 30 كيلو في الثلاث شهور. حلو كده؟ ده اقل حاجه. ناس بتنزل معانا 40 كيلو، ناس بتنزل معانا 45 كيلو، طبعا انت وشطارتك ومعدل حرق جسمك. طب كورس الثلاث شهور ده فيه ايه؟ فيه كبسولات الانسيليم، كبسولات القهوه الخضراء، وكبسولات الفينل بخصم 70%. ركزوا، 70% خصم على كورس الثلاث شهور ومعانا هديتين كمان. اول حاجه كبسولات فيتامين د، وتاني حاجه كريم شد الترهلات. طيب في معانا مفاجاه؟ اه طبعا معانا، من اول ما تاخدوا كورس الانسيليم لمده 3 شهور لحد ما الثلاث شهور يخلصوا معانا متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا، مش محتاجه بقى تروحي للعياده وتتابعي مع دكتور التغذيه، كده كده الدكاتره بتتابع معاكي بالتليفون لحد ما بتخلصي الثلاث شهور. المتابعه بتكون كل قد ايه؟ مره في الاسبوع مجانا. طيب النهارده برضو التوصيل والشحن مجانا لجميع محافظات جمهورية مصر العربية لحد الساعة 10 بالليل. طب ازاي نحصل بقى على الكورس ويجيلنا الخصومات الحلوة دي؟ من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، نفس الست أرقام عليهم يا جماعة واتساب، تقدروا ان انتوا من خلال الواتساب تكلموا الدكاترة، وكمان صفحات الفيسبوك هتتعرض دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة، صفحة وان دايت، صفحة دايت لايف، وصفحة البرنامج كمان تقدروا ان انتوا تطلبوا من خلالها كورس الأناسيليم. خلوا بالكم انه الدكاترة يا جماعة الست أرقام اللي قدامكم موجودين معاكم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بتقدروا ان انتوا تكلموهم حتى يوم الجمعة، هم برضو موجودين، فهيتابعوا معاكم أول بأول، تطلبوا منهم الكورس وإن شاء الله تلحقوا الخصم. طيب طبعا يا جماعه خلوا بالكم ان كورس الانسيليم
بالكامل مرخص من وزارة الصحة المصرية بكل منتجاته بالهدايا بتاعته. وترخيص وزارة الصحة المصرية هيتعرض دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة. كورس الأناسيليوم طبعا قدام حضراتكم الترخيص بتاع الكورس بكل منتجاته والهدايا بتاعته. كورس الأناسيليوم عشان اللي بيسألني بينزل قد إيه في الشهر الواحد، هتنزله من 10 كيلو ل 15 كيلو. إزاي؟ عن طريق إنه بيقفل الشهية رقم واحد، بيزود معدل حرق الجسم للدهون رقم اتنين، بيحول الدهون اللي في جسمنا الطاقة دي رقم تلاتة بكبسولات الفينل اللي أنا هكلمكم عليها، لأن فيها الكروميوم، معدن الكروميوم بيحول الدهون لطاقة، فبخس وبشيل الدهون اللي في جسمي دي من غير ما أحس إن أنا هيغمى عليا، من غير ما أحس إن أنا تعبانة، لا بالعكس ده أنا بعمل أكتيفيتي وببقى نشيطة، أروح شغلي، أروح مع أولادي، أودي أولادي التمرين، أعمل شغلي في المطبخ، الرجال كذلك بنزل شغلي عادي، لو شغل في المواقع، شغل مكتبي، أيا كان، بسوق مسافات طويلة، كل الناس دي بتقدروا ان انتوا تاخدوا كورس الأناسيليوم بمنتهى الامان. وخلوا بالكم من حاجه يا جماعه، كورس الأناسيليوم، لاني بشوف بعض المنتجات في ناس تقول لي طب هو في منتجات معينه لما باجي اخدها ممنوع ان انا اسوق، ممنوع ان انا اروح مثلا درس او اروح مثلا اي اعمل اي ماده علميه او اي حاجه؟ لا، كورس الأناسيليوم بتقدروا تعملوا كل الاكتيفيتيز، كل النشاطات، لا بينيم ولا بيخلي فيه مثلا صداع او دوار، ولا بيخلي فيه اغماءات، ولا بتعملوا كل اللي انتوا عايزينه، خلاص؟ عشان انا عندي القهوه الخضراء كمان فيها كافيين فبتقدر ان هي تنشطني، عندي الكروميوم، عندي بيحول الدهون لطاقه، فالطاقه دي بتقدر ان هي تنشطني. طيب معانا تليفون يا جماعه ولا؟ طيب معانا التليفون فصل، طب ارجعي كلمينا يا ساجده مره ثانيه، معلش طولت عليكي. طيب عايزه اكلمكم بقى على كبسولات الفينل قبل بس ما ناخد صور الحالات. كبسولات الفينل زي ما قلت لكم فيها الكروميوم اللي بيحول الدهون لطاقه، فيها الجراف فروت، مستخلص الجراف فروت مليان الياف بيسد الشهيه، عشان الناس الاكيله، طب انا هسد الشهيه ازاي؟ بالجراف فروت اللي موجود في الفينل. طب الناس الاكيله عايزه تسد لها الشهيه بحاجه كمان، بمستخلص الاناناس، الاناناس مليان الياف بانزيم البرومالين بيقدر انه يسد الشهيه. طب انا عايزه ازود الحرق في كبسولات الفينل، يعني شوفوا الكبسوله فيها ثلاث حاجات، فيها الكروميوم بيحول الدهون لطاقه، فيها الاناناس والجراف فروت بيسد لي الشهيه، فيها الجارسينيا كامبوجيا بتعلي الحرق. كبسولة واحدة بتعمل معاكي ثلاث حاجات، هتحولك الدهون لطاقة، تسد الشهية، وترفع معدل الحرق، فحاجة مفيش بعد كده جمال يعني، وطبعا مرخصة من وزارة الصحة المصرية. طب كبسولة الفينل فيها زي ما قلت لكم الجارسينيا كامبوجيا، الجارسينيا كامبوجيا فيها حمض اسمه الـ HCA أو الهيدروكسي سيتريك أسيد، ادخلوا اعملوا سيرش بحث على الإنترنت على الجارسينيا وحمض الـ HCA إزاي بيقدر يعلي حرق الجسم للدهون، ودي نقطة مهمة جدا. ان انا اعلي الحرق، وزي ما قلت لكم طول ما انا حرقي عالي طول ما انا الدهون بتاعتي مش هتبقى موجوده، طول ما انا هيبقى جسمي شكله كويس وهخس. طيب تعالوا نشوف مع بعض، بس قبل ما نشوف الصور، كبسولات الفينل يا جماعه وكبسولات الأناسيليوم اللي اتكلمنا عليهم، الأناسيليوم مصنوعه في انجلترا، الفينل مصنوعه في المانيا، وكبسولات القهوه الخضراء، القهوه الخضراء نفسها جايه من بره وبنعبينها هنا في مصر على شكل كبسولات. فعشان برضو ابقى يعني ملمه بكل حاجه خاصه بالكورس قدام حضراتكم، ولما طبعا تيجي الكبسولات قدامكم بتلاقوا ميد ان انجلاند، ده كبسولات الأناسيليوم، ميد ان جيرمان، كبسولات الفينل وكبسولات القهوه الخضراء، الاكتيف كونستيتوينتس او المواد الفعاله بتبقى جايه من بره وبنعملها هنا في مصر، وطبعا بتبقى اول ايد انتوا تلمسوها بتبقى جايه متبرشمه تماما، بتفتحوا الغطاء اللي هو البرشام وتبتدوا تاخدوا العلاج يعني. طيب تعالوا نشوف مع بعض صور لحالاتنا حبايبنا اللي خسوا معانا على كورس الأناسيليوم. انا بحب الفقره دي قوي يا جماعه عشان انا بحس بانجاز الفريق الطبي وانجاز كورس الأناسيليوم مع حبايبنا. تعالوا نشوف طبعا بقى هنا دي من اجمل الحالات معانا، كانت مي. مي يا جماعه كان عندها مشكله كبيره جدا، ان هي كان عندها سمنة كلية في الجسم كله. انا عندي بطن زي ما انتم شايفين، عندي جناب، عندي اللي هي ارداف يعني، عندي طبعا كان في لغد، كان في السمنة الرجل فيها مشكلة، تنيات الظهر وباينة جدا من اللبس. كانت 95 كيلو وهي على فكرة قصيرة للعلم، هي تقريبا 155، فكان في هنا تقريبا حوالي 30 كيلو زيادة في الوزن. في 3 شهور
قدرت مي ان هي تنزل 30 كيلو وتوصل 65 كيلو، زي ما انتم شايفين جسمها بقى جميل ازاي، وهي لسه مستمره الحقيقه مع دكتور فاطمه من الفريق الطبي، وعايزه توصل لحد 60 ان شاء الله. فطبعا بنشكرك يا مي وبنشكر دكتور فاطمه، شكرا جزيلا على الانجاز اللي هي حققته مع مي. طبعا هنا استاذ اسلام زي ما انتم شايفين كان وزنه 110 كيلو. اكتر حاجه كانت مضايقه استاذ اسلام هي الكرش، لانه بيقول لي انه ما كانش بيعرف يقفل الزراير بتاعه القميص اللي كان بيجيب اكبر مقاس عشان يقدر يقفل الزراير. فكان 110 كيلو، انا كنت شايفه ان هي كانت سمنه كليه، بس هو كان اكتر حاجه مضايقاه الكرش. انتوا شايفين يا جماعه التغير بقى اللي حصل، شايفين التحول، مش هقول تغير هو تحول، نزل معانا 30 كيلو في 3 شهور، لدرجه انه اسلام كل جيرانه اللي حواليه في المنطقه افتكروا ان هو عمل عمليه تكميم معده بسبب طبعا الانجاز اللي هما شايفينه. 30 كيلو في 3 شهور طبعا يعني وزن تحفه، نزل تقريبا في الشهر الاولاني حوالي 12 كيلو، في الشهر الثاني نزل تقريبا 8 كيلو، في الشهر الثالث 10 كيلو. فقدروا ما شاء الله اسلام مع دكتوره كريستين من الفريق الطبي ان هم يحققوا الانجاز اللي انتم شايفينه ده، ما شاء الله عليك طبعا يا اسلام. وشكرا لدكتور كريستين من الفريق الطبي. طبعا يا جماعه عندنا طبعا عندنا استاذه فاطمه كانت بتتابع مع دكتوره مريم حسين. طبعا هنا زي ما انتم شايفين هي 85 كيلو، فاطمه كانت 85 كيلو، جربت تنزل جيم، جربت تمشي فترات طويله، بتقولي كنت بمشي في اليوم، بتقول دكتوره مريم كنت بمشي في اليوم تقريبا حوالي ساعه علشان انزل في الوزن، وما كانش بيجيب النتيجه المطلوبه، يعني كانت ممكن تنزل في الشهر كله 2 كيلو. فتابعت مع دكتوره مريم حسين من الفريق الطبي، نزلت يا جماعه 20 كيلو في شهرين، يعني نزلت في كل شهر تقريبا 10 كيلو. طبعا يعني نتيجه رائعه تحسد عليها الحقيقه ما شاء الله، بس احنا ما بنحسدش، احنا بنمسك الخشب اهو ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين الانجاز بتاع كورس الانسيليوم كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله، ودايما بقول انه سر انتشار كورس الانسيليوم مش بس في المكونات بتاعته، مش بس في ترخيص وزاره الصحه المصريه، مش بس في التنوع بتاع كورس الانسيليوم انه 5 منتجات كلهم بيخسسوا، مش بس كمان في انه مواد طبيعيه ملهاش اي اثار جانبيه، لا، في النتائج الايجابيه كمان اللي محققها كورس الانسيليوم مع كل اللي استخدموه. يعني في ناس كتير لما تكلم الدكاتره بتوعنا من الفريق الطبي تقول لها انا عايزه نفس الكورس اللي خدته اختي، انا عايزه نفس الكورس اللي خدته جارتي، انا عايزه نفس الكورس اللي خده جوزي. فعشان كده بنقول ان النجاح اللي محققه كورس الانسيليوم هو سبب استمراره لحد دلوقتي، داخلين في السنه الثامنه ان شاء الله في السنه الجديده، وكل سنه وانتم طيبين. احنا بنهني نفسنا على نجاح كورس الانسيليوم. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنتكلم دلوقتي على معلومتنا المغلوطه. المعلومه بتاعتنا المغلوطه النهارده بتقول ايه؟ بتقول الشمس هي عدو الصحه. في ناس تقول لك ان الشمس بتطلع الاشعه لفوق بنفسجيه اللي هي الالترا فايلوت ريز اللي بتسبب سرطان الجلد، اللي بتعمل لنا بقع الشمس، اللي ممكن تسبب لنا الكلف او تسبب لنا النمش، تسبب غمقان الجلد، كل دي مشاكل ممكن تسببها الشمس. بس المعلومه دي غلط. ليه يا جماعة؟ لأن الشمس مفيدة جدا جدا في بعض الحالات أو في كل الناس، لأن تعرضنا للشمس يا جماعة بيمدنا بفيتامين دي، بيزود تركيز فيتامين دي عندنا، وفيتامين دي مهم جدا في امتصاص الكالسيوم، مهم جدا في امتصاص الحديد، مهم جدا في تعزيز مناعة الجسم، مهم جدا لشعري، ومهم جدا لبشرتي. فالشمس مفيدة طبعا. طب اتعرض للشمس ازاي او ايه انسب وقت اتعرض فيه للشمس؟ بيبقى غالبا قبل حدية الشمس اللي هي قبل الساعة 2-3، دي ما بتبقاش محبذ ان انتوا تتعرضوا لاشعة الشمس فيها، بنتكلم من 10 الصبح لحد الساعة تقريبا 1 بيبقى ممتاز جدا تتعرضوا للشمس. طب في نقطة مهمة، قبل ما اتعرض للشمس سواء كان اتعرضت الساعة 10 الصبح، اتعرضت الساعة 3 الظهر في عز الشمس، لازم احط سان بلوك او واقي شمس عشان احمي جلدي من الالترا فايلوت ريز او من الاشعه الفوق بنفسجيه. بالنسبه للرجال، للسيدات، للاطفال، عشان في بعض الناس تقول لي ايه ده، انا مثلا هدي لجوزي سان بلوك او ادي له واقي شمس، او ادي ابني صغير 3-4 سنين واقي شمس. ادي له واقي شمس، لازم تدهني واقي شمس على الاقل على الوش وعلى الايدين، اقل حاجه يعني.
طيب تعالوا نرجع مع بعض بقى نتكلم على الكورس رقم واحد في التخسيس في مصر، وهو كورس الأناسيليم. كورس الأناسيليم بيتكون من 5 منتجات، 5 في عين العدو. يعني لو ما خسيتيش على المنتج الأولاني هتخسي على التاني، ما خسيتيش على التاني هتخسي على التالت، ما خسيتيش على التالت هتخسي على وهكذا. فلازم، وده مستحيل، انت من اول منتج بتخسي من اقل حاجه من 10 كيلو في الشهر، ناس بتنزل 12 كيلو، ناس بتنزل 15 كيلو، اصحاب السمنه المفرطه ممكن تنزل معانا ل 18 كيلو 20 كيلو في بعض الحالات، لكن انا بقول من 10 ل 15 عشان ده هو الراندم رينج او هو المعدل اللي هو الطبيعي او المعدل اللي كل الناس بتنزل عليه، من 10 ل 15 كيلو مع كورس الأناسيليم. زي ما اتكلمنا على كبسولات الأناسيليم، ده اول منتج معانا، اتكلمنا على كبسولات القهوة الخضراء تاني منتج، اتكلمنا على تالت منتج في كورس الأناسيليم كبسولات الفينل. خلوني دلوقتي اكلمكم على الهدايا بقى اللي كمان مع كورس الأناسيليم، كبسولات فيتامين د. كبسولات فيتامين د يا جماعه مهمه جدا، زي ما كلمتكم على اهميه فيتامين د عشان نتعرض للشمس، مهم جدا فيتامين د للشعر، مهم جدا للبشره، ومهم قوي بقى لتعزيز جهاز المناعه. طول يا جماعه ما مناعتي قويه، طول ما انا بقدر اتصدى للامراض والفيروسات والبكتيريا، طول ما انا صحتي تبقى كويس. دايما بقول جهاز المناعه عند اي حد فينا عامل زي البوابه، لو عندك فيروس داخل، بكتيريا داخله، فطريات داخله، جهاز المناعه بيقف له كده. طب في ناس بتلاقي المناعه بتاعتها وحشه او مناعتها، جهاز مناعه عامل كده، اي فيروس اي بكتيريا يدخل على طول يدي للجسم، ترقدي في السرير 3 4 اسابيع. فانا عايزه ازود جهاز المناعه، هزود جهاز المناعه ازاي؟ بكبسولات فيتامين د. باخد كبسوله يوميا، وزي اي فيتامين يفضل ان الفيتامينات بناخدها الصبح عشان تديني نشاط وحيويه، ما اخدهاش بالليل عشان اعرف انام. الفيتامين ممكن يديكي نشاط، يديكي حيويه، فلو خدتيه بالليل ممكن ما تعرفيش تنامي كويس، فبناخده الصبح اول ما نصحى بعد الاكل، بعد وجبه الفطار. طيب نقطه كمان، ان فيتامين د يا جماعه هو عامل زي اقول لكم ايه، زي مثلا عارفين الراجل العجوز مش محتاج حد يسنده، فيتامين د اعتبروه هو اللي بيسند الكالسيوم عشان يدخل الجسم. الكالسيوم لوحده غلبان ما بيعرفش يدخل الجسم، محتاج فيتامين د يتعكز عليه عشان يدخل، فياخد فيتامين د ياخد الكالسيوم من ايده يدخله الجسم. فاي كالسيوم مفيد لايه؟ مفيد لصحه سناننا، مفيد لصحه العظم، بيحمينا من هشاشه العظام. فعشان كده بنقول انه دايما فيتامين د له علاقه بيزود امتصاص الكالسيوم، فبالتالي بيحمي عظمنا، ده فيتامين د مش بس الكالسيوم، لان هو اللي بيشد الكالسيوم من الجسم يمتصه. فليه دور ايجابي جدا ودور فعال جدا في حمايه العظم، وكمان في حمايه شعرنا واسناننا علشان بيحفز امتصاص الكالسيوم للجلد. طيب في نقطة برضو مهمة قوي في فيتامين د، فيتامين د برضو بيزود امتصاص الحديد في جسمنا، ودي نقطة مهمة. عشان كده بندي ساعات كبسولات فيتامين د للناس اللي عندها أنيميا، أو الناس اللي عندها نقص حديد، أو الناس اللي عندها سوء تغذية. دايما بيبقى فيتامين د مهم في الروشتة اللي بكتبها للعيان اللي عنده سوء تغذية. طيب بالنسبة بقى خلوني أكلمكم على الهدية التانية، وهي كريم شد الترهلات. كريم شد الترهلات من أكتر الحاجات يا جماعة الرائعة في إن هي بتساعد على شد ترهل الجلد. ناس كتير قوي تقول يا دكتورة حنان أنا خسيت بس حصل لي ترهل، ترهل في دراعي، ترهل في بطني، ترهل في الأرداف، طلع لي سلوليت، طلع لي ستريتش ماركس، كنت حامل وبعد ما ولدت طلع لي ستريتش ماركس في بطني، طلع لي ستريتش ماركس في دراعاتي. طب الحل هنا، الحل هنا في كريم شد الترهلات. كريم شد الترهلات مش بس بيساعد في شد ترهل الجلد، لا، رقم 2 بيساعد جدا في تحسين على العلامات البيضاء، او في تحسين شكل الاستريتش ماركس اللي هي العلامات الحمراء. خلوا بالكم من حاجه، الاستريتش ماركس اللي انتوا بتشوفوها او علامات التمدد الجلدي اللي لونها ابيض دي، كانت في الاول اول ما بدات بيبقى لونها احمر. الخطوط دي كانت لونها احمر، طب انتوا لما سبتوها وما تعالجتش اتحولت للون الابيض اللي احنا بنشوفه اللي هو الاستريتش ماركس اللي كلكم عارفينها او علامات التمدد الجلدي. فكريم شد الترهلات بيساعد في علاج وتفييض
علامات التمدد الجلدي البيضة والحمراء، اول ما تتكون بتبقى حمراء، بيساعد جدا في ان هي تتعالج وتتفيد، لونها يتفيد. كمان بيساعد كريم شد الترهلات على الناس اللي عندها سيلوليت. في بلاقي ستات كتيره تقول لي انا نفسي البس زي ما البنات بتلبس، نفسي البس ما يبقاش السيلوليت ما يبانش، انا عندي سيلوليت في رجلي ما بعرفش البس اللي انا عايزاه، انا عندي سيلوليت بيظهر لي خصوصا يا جماعه في منطقه الفخذ من ورا بيبان كده. ايه هو السيلوليت؟ عامل زي التعريجه في الجلد، عامل زي التعريجه، الجلد بيبقى طالع نازل، بيبقى عامل زي حاجه اسمها قشر البرتقال، هو ده السيلوليت. كريم شد الترهلات بيعالج وبيحسن جدا من شكل السيلوليت ومن شكل تعريجه الجلد دي. طيب ناخد ساميه. يا ساميه. الو. ايوه يا ساميه، ازيك؟ ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الخير. تمام الحمد لله. اهلا بيكي. أنا مثلا انا وزني 85. أيوة. وانا في الجامعه. تمام تمام. بس باكل كتير جدا مع صحابي لما بنزل وكده. انا انتوا بقيتوا بتعجبوني قوي يا جماعه. انا بصوا بيبقوا داخلين يا جماعه عارفين مشكلتهم، تقول لك انا باكل كتير، يعني انا داخله عارفه انا عايزه ايه وعارفه مشكلتي فين. برافو عليكي والله يا سامي. طولي 155. طولك 155، يعني انت طولك 155 ووزنك 85. تمام. طيب انت عندك طبعا 30 كيلو يا ساميه، احنا محتاجين ان احنا ننزله. مشكلتك زي ما قلتي في الاول الشراهه العاليه للاكل، يبقى انا حلك انتوا حفظتوا بقى خلاص، مش هفضل بقى ايه افضل اعيد وازيد في الكلام هتزهقوا مني كده. اي حد عنده شراهه عاليه للاكل الحل بتاعه اقفل الشهيه. مستحيل هينزل لو قلت له اعمل رياضه، مستحيل هينزل لو قلت له اعمل دايت، لانه لو عمل دايت بعد يومين ثلاثه هيزهق من الدايت، هتلاقيه تخن اللي خسهم في اليومين دول واكل كتير جدا. فانا لازم الحل للناس اللي شراهتها عاليه نفسها مفتوحه على طول للاكل بتاكل كتير، ان انا اقفل الشهيه. طب هقفل الشهيه ازاي؟ اول حاجه بديل بالون المعدة اللي قلتلكوا عليه بنعمله في البيت مؤقتا لمدة يوم واحد، اللي هي قشور السليم رقم واحد، رقم اتنين القهوة الخضراء، رقم تلاتة الجراف فروت الجراف فروت، رقم اربعة الاناناس، رقم خمسة الجارسينيا. كل ده انا عايزه اقول لكم يا جماعه بيعمل ايه؟ كل اللي انتوا شايفينه ده بيسد معايا الشهيه. طب عايزه ارفع معدل الحرق، برفع معدل الحرق بالكروميوم، بمستخلص التوت البري، بالقهوه الخضراء، بالجارسينيا. فانا يا ساميه معانا هعمل حاجتين، اول حاجه هسد معاكي الشهيه، تاني حاجه هرفع معاكي معدل الحرق، هتخسي معايا 30 كيلو زياده عندك في 3 شهور، ده بالقليل خالص، ممكن تخسي في شهرين لو يعني اتجدعنتي كده معايا وظبطتي مع الفريق الطبي نظام غذائي كويس تفضلي ماشيه عليه، تنزليهم معانا في شهرين في الشهر 15 كيلو. طبعا بشكرك يا ساميه، شكرا جزيلا، نورتينا، وانتي من المحظوظين معانا والفايزين معانا بالعروض بتاعتنا، لانك من اول 100 متصل. فبنتكلم انه النهارده هتاخدي عرض الثلاث شهور عليه خصم كام؟ خصم 70% يا ساميه. هتاخدي كبسولات الاناسيليم بخصم 70%، كبسولات القهوه الخضراء اللي قلت لك عليها بخصم 70%، وكمان كبسولات الفينل بخصم 70%. وهتاخدي هديتين، اول هديه معانا هتكون كبسولات فيتامين د، هتاخدي كبسوله الصبح بعد الفطار، تاني هديه معانا كريم شد الترهلات هتدينيها على المنطقه اللي عندك فيها تراكم في الدهون، واظن ان انت تقريبا عندك زي ما قلنا 30 كيلو زياده، فاكيد هتبقى في منطقه بطن، اكيد هيبقى في منطقه دراعات، فهتدهني كريم شد الترهلات على البطن والدراعات مره واحده في اليوم قبل النوم. طيب عايزه افكركم بس ان في عرضين كمان معانا، مش بس عرض 3 شهور اللي عليه خصم 70% والهديتين، معانا عرض الشهر عليه خصم 40% وبتاخدوا عليه هديتين برده، كبسولات فيتامين د وكريم البشره، معانا عرض الشهرين عليه خصم 50% بتاخدوا كبسولات الاناسيليم وكبسولات القهوه الخضراء بنص سعرها، وهديتين كبسولات فيتامين د وكريم شد الترهلات. ازاي تكونوا من الفايزين معانا بالعروض؟ من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، كمان نفس الارقام يا جماعه الدكاتره هي اللي بترد عليكم، عشان دي برده معلومه بحب دايما انوه عليها، انه الدكاتره يا جماعه بترد على الست ارقام اللي قدامكم.
اي حد او اي رقم من الارقام دي هيرد عليه دكتور او دكتوره تغذيه متخصصه، وهترشح لك الكورس المناسب ليكي عشان توصلي للوزن المثالي في اقرب وقت. فالحقوا دلوقتي اتصلوا بالارقام عشان تكونوا من سعداء الحظ وتفوزوا معانا بالخصومات بتاعتنا، لانها على كميه محدوده لاول 100 متصل. كمان معانا متابعه مجانيه مره كل اسبوع من الدكاتره لحد ما توصلوا للوزن المثالي. يعني لو خدتوا كورس الشهر اللي عليه خصم 40% بيبقى فيه متابعه لمده شهر مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا. لو خدتوا كورس شهرين بيبقى فيه متابعه عليه خصم 50% وفي متابعه مع الدكاتره لمده شهرين لحد ما توصلوا للوزن المثالي. خدتوا كورس الثلاث شهور هيبقى فيه خصم 70% ومتابعه لمده 3 شهور مع دكاترتنا مره كل اسبوع مجانا. طبعا بتطلبوا الكورس من خلال الارقام، نفس الارقام عليها واتساب، تقدروا كمان من خلال صفحات الفيسبوك ان انتوا تطلبوا الكورس، بس انا افضل ان انتوا الحقيقه تتواصلوا مع الدكاتره، بيبقى افضل جدا بالنسبه لنا ان انتوا تبقوا متواصلين مع الدكاتره، يبقى الكلام زي ما بنقول ايه صد ورد رايح جاي. تسألك انت وزنك قد ايه، انت طولك قد ايه، عملتي دايت قبل كده ولا لا، خلفتي ولا لا، سنك قد ايه، كل الأسئلة دي بتفرق مع دكاترتنا في تقييم الحالة وفي نفس الوقت في ترشيح الكورس المناسب ليكو. وساعات كتيرة دكاترتنا الحقيقة بيكلموا الحالات لما بتبقى مثلا عندها ديفو في حته معينه مثلا، مش لازم خالص تقولها على الكورس، تقولها على شويه حاجات كده تقدر ان هي تمشي عليها، علشان لو هي مش مستاهله ان هي تاخد يعني الكورس بتقولها على شويه حاجات تقدر ان هي تنزل بيها الوزن الزياده. فهم في الاول وفي الاخر دكاتره، فاكيد هم عارفين مصلحتكم اكيد طبعا نتيجه للدراسه اللي هم عملوها والدراسه الطبيه اللي قاموا بيها. طيب خلونا نشوف مع بعض يا جماعه الريفيوز او الانطباعات الهائله اللي محققها كورس الاناسيليا من خلال الواتساب ومحادثات الواتساب بتاعت حالتنا مع الدكاتره. ناخد اول محادثه. اول محادثه معانا بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. انا الحمد لله خسيت 8 كيلو ما شاء الله في اقل من 15 يوم. يعني نزلت معانا يا جماعه 8 كيلو في اقل من 15 يوم، يعني نقدر نقول انه في الاسبوع تقريبا نزلت 4 كيلو. يعني برافو عليكي ما شاء الله، يعني تقدري تنزلي معانا في الشهر كده 16 كيلو، برافو عليكي. طيب تاني ريفيو معانا، تاني ريفيو بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الدكتورة بترد عليها: اتفضلي. قالت لها: أنا بقالي 10 أيام باخد حبوب الأناسيليم وخسيت 6 كيلو. حضرتك قلتي لي أكلمك بعد 10 أيام. طبعا هنا ده كلام الحالة بتاعتنا، حبيبتنا العميلة يعني بتاعتنا الغالية علينا أخدت الأناسيليم ونزلت 6 كيلو في 10 أيام. ما شاء الله، يعني نقول بتنزل في الشهر لو هي 6 كيلو في 10 ايام يبقى في الشهر هتنزل معانا 18 كيلو على كورس الاناسيليا. تعالوا نشوف الريفيو الثالث. مساء الخير يا دكتوره، انا كده النهارده بقالي شهر بستخدم الكورس ونزلت 10 كيلو، نزلت 10 كيلو في شهر. قالت لها: واخده عرض الكام؟ قالت لها: مبسوطه جدا بشكركم على الكورس، هو فعلا خيالي. طيب طبعا بنشكر كل حبايبنا اللي نزلوا معانا في الوزن واللي بيشجعونا ان احنا نكمل، واللي بيشجعوا كمان الناس اللي عندهم زياده في الوزن ان هم ياخدوا كورس الاناسيليم وينزلوا في الوزن زي ما هم نزلوا. خلوا بالكم يا جماعه، دايما بقول انه الناس يا جماعه اللي بتخس معانا بكورس الاناسيليم هم ناس زيكم بالظبط، كانوا الاول بيشوفوا ايه عباره عن ايه كورس الاناسيليم، انا هنزل عليه ولا مش هنزل عليه، بس كان عندهم اراده، كان عندهم عزيمه ان انا لازم اخد كورس الاناسيليم وهخس زي ما غيري خس. وده اللي حصل فعلا، انه الكورس يا جماعه من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، اي حد بيخس عليه من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، رجاله، ستات، اطفال، كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، الضغط والسكر، لا يتعرض اطلاقا مع اي مرض مزمن، لان الكورس كله مواد طبيعيه 100% ملوش اي اثار جانبيه على اي حد انه يستخدمه، مرخص بالكامل وبالهدايا بتاعته كمان من وزارة الصحة المصرية. حابة بس قبل ما نختم خلوني أكلمكم سريعا، لأن جالي أسئلة كتيرة جدا على الصفحة على الناس اللي بتعاني من النحافة، ودايما في ناس تقولي: طب أنت بتهتمي أكتر بأن أنت تخسسي الناس، طب إحنا عايزين ندخل نعمل إيه؟ دايما بقول الناس اللي عايزة تزيد في الوزن، الناس اللي عندها أنيميا، الناس اللي عندها نقص حديد، الناس اللي عندها سوء تغذية من سن سنتين،
الحل هنا في كورس الاركس جين، ده بيبقى عباره عن مجموعه من الاحماض البروتينات الاساسيه، مجموعه من الفيتامينات، من المعادن، من مضادات الاكسده، بتبقى متعبيه في اكياس، بنفتح الكيس على كوبايه ميه او كوبايه عصير او كوبايه لبن وبناخده بعد الفطار مباشره. كورس الاركس جين يا جماعه بيزود في الوزن من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. احنا معانا عرض يا جماعه، كورس الاركس جين زي ما انتم شايفين اهو، ده الاركس جين وده الكيس اللي بقول لكم عليه، وطعمه حلو جدا بطعم الشوكولاته، فينفع للاطفال من سن سنتين لحد فما فوق بقى، اي حد لحد 60 70 سنه. الاركس جين يا جماعه عليه عرض النهارده، العلبتين عليهم خصم 50%، علبتين من دول عليهم خصم 50%، وبتاخدوا علبه كمان مجانا، ومعاكم طبعا متابعه مع الفريق الطبي، متابعه مجانيه مره كل اسبوع. سريعا قبل ما نختم، كورس بينكي للعنايه بالبشره، وده انا بحبه جدا، في كل حاجه خاصة بأي حد عايزة أو بأي واحدة عايزة تهتم ببشرتها، عايزة ما يبقاش عندي تجاعيد، سيرم بينكي مليان هيالورونيك أسيد بيعالج التجاعيد. عايزة أفتح بشرتي، عندي هالات سود، عندي بقع شمس، عندي كلف، عندي نمش، عايزة أفتح بشرتي من أشعة الشمس غمقتني، طبعا كريم تفتيح بينكي رائع في التفتيح. عايزة أنظف بشرتي وأعمل ترطيب وإحنا داخلين أهو على الشتاء، طبعا الغسول بتاع بينكي رائع، بيرطب البشرة وبينظف البشرة. عايزة أجدد خلايا وشي، أجدد الخلايا، طبعا سكراب رائع في تجديد الخلايا، ومعاكم الصابونة دي هدية لتفتيح الأماكن الغامقة زي الركب وزي الأندر آرم أو تحت الإبط بالنسبة للسيدات والرجال. كورس بينك يا جماعة عليه خصم 40%، 40% خصم لو اتصلتوا دلوقتي على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وبتاخدوا الصابونه هديه. كورس بينكي بيتباع في اماكن ثانيه، في الماركتس بره وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ما عليهوش الخصم، الخصم حصري بس في خلال برنامج جو هيلثي على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. للاسف وقت حلقتنا خلص، ولكن كلامنا عن الرشاقه والجمال والصحه لسه ما خلصش. تابعونا ان شاء الله في حلقات جايه، ويا رب نكون افدناكم، وشكرا لكم على حسن المتابعه. السلام عليكم.